يا جماعة، حكينا عن تعاليم سيدنا عيسى عليه السلام وبعض المعجزات اللي سواها. اليوم راح نكمل الحديث عن هذا الموضوع. بيوم من الأيام اجوا الناس السيدنا عيسى من قرى ومدن كثيرة، وبين ما هم يتجمعون قال لهم هذا المثل: ماكو واحد يشعل مصباح ويغطيه أو يخليه تحت السرير، لكن يخليه بمكان عالي حتى الداخلين يشوفون النور، ومثل النور اللي يكشف كل مخفي في الظلام. كلمة الله تسوي نفس الشيء، فهي تكشف كل سر وكل مخفي. إذن اسمعوا للرسالة زين، للي يتقبل كلامي الله راح يزيده فهم ومعرفة، واللي ما ينتبه لكلامي الله راح ياخذ منه حتى الفهم الموجود عنده.